السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفتت الشياطين، أو في رواية أخرى سلسلة الشياطين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مساء الخير على السادة المشاهدين والمتابعين، وحلقة جديدة أو الفقرة الثانية أقصد من البرنامج استراحة. طبعا كل سنة ومصر كلها والشعب المصري بخير وصحة وسعادة، بمناسبة طبعا عيد القيامة المجيد للإخوة المسيحيين، وبمناسبة انتهاء الشهر الفضيل الشهر المبارك شهر رمضان، وهلول خلاص يعني عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. هنكمل موضوعنا في حلقة النهاردة إن شاء الله عن السحر والجدل اللي كنا بدأناه قبل كده في الحلقات اللي فاتت، بس النهاردة طبعا هنربط السحر والدجل باللي بيحصل في الدراما المصرية والمسلسلات، وهل الحاجات دي حقيقية وواقعية ولا ده كله مجرد تمثيل وحبك درامي. وده طبعا هيكون مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا للمرة الثالثة اللي إن شاء الله ومش هتكون الأخيرة، طبعا الشيخ مندور محمود زيدان المعالج بالقرآن الكريم والسنة النبوية. مساء الفل عليك يا شيخ مندور، وكل سنة وانت طيب ورمضان كريم عليك. طبعا اللقاء تأخر كتير لكن ما كانش ينفع يعدي رمضان إلا لما تكون معنا. الحمد لله، تقدير المولى عز وجل، ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا مش هكون لوحدي، هتكون معايا ولأول مرة وإن شاء الله مش هتكون آخر مرة، الزميلة الرائعة المتألقة سمر عبد العظيم، واللي بنتهز الفرصة طبعا وبقول لها كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادها اللي كان من كام يوم كده. يا سمر مساء الفل عليكي، كل سنه وانت طيبه وبصحه وسعاده يا رب، ورمضان كريم عليك. انت طيب يا حبيبتي، تسلم يا رب. شيخ مندور منورنا طبعا وسعيدين جدا بلقائك معانا، وعايزين بقى ندخل في الموضوع على طول كده، وعايز اسال حضرتك بما اننا في رمضان، هل فعلا السحر والاعمال بتقف؟ لان احنا بنسمع كتير من الناس بيقول لك لا في رمضان الحاجات دي اصلا ما بيكونش ليها وجود، فهل فعلا ده حقيقي ولا كلام وخلاص؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم داود علمنا. وبعد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: سلسلة الشياطين أو صفدة الشياطين، يعني المرضى الشياطين الكبار. طب الشياطين الصغار، الساحر بيبقى عنده مثلا جن كبير بالتفصيل، فلما بيبطل الموضوع فيجي رمضان فبيسيب له خدام كتير لان المرض هتتسلسل، فبيفضل مين؟ المرضى الصغيرين اللي هم الشياطين الصغيرين. طيب انا عندي اصابه قبل رمضان، عندي سحر قبل رمضان، تمام، ودخل عليا شهر رمضان، طب ايه، هل هو كده انتهى الموضوع؟ هي في ناس بتعتقد كده. لا، هو ما اعتقدش، لان المرض ثابت والسحر ده ماده محسوسه، تمام، فلازم انا اتعالج منه. هو بيجي في رمضان بنتعب، اذا كان الناس اللي مصابين بالسحر او المس بيتعب في رمضان اكتر في الايام العاديه اكتر. ليه بقى؟ لان كثره الطاعه وكثره العباده. انا شغال عندك كل يوم تديني قلم وضرب ضرب ضرب، قران ذكر صلاه عباده، قران ذكر صلاه عباده، اللي بيحصل بيتبهدل هو طبعا، بيضطر هو مش بيستحمل الاهانه ديت، ايه اللي خليني في الاهانه ديت، فبيضطر يضغط على مين؟ على الشخص المصاب، فيعمل له خانقه، يعمل له زهقه، يعمل له مشاكل كتير في حياته، فيضطر يعمل ايه؟ يتعب، يغمى عليه، يسرع، ساعات حالات تسرع، ساعات حالات يغمى عليها، ساعات يحصل له تشنجات، فيبدا يعمل مشاكل كتير في البطن. لو سحر مأكول يعمل مشاكل في البطن، تروح للدكاتره يقول لك مفيش، انت ما عندكيش حاجه، مفيش حاجه عندك، انت ما عندكيش اي حاجه خالص. طب يا عم ايه اللي احنا بيحصل لي ده؟ ناخد علاج مسكنات وناخد حاجات للمعده وناخد، ولسه المشكله قائمه. يبقى اللي عنده إصابة قبل رمضان وجيه رمضان الإصابة مستمرة، إلا أن يتعالج. يتعالج من الإيه؟ من المشكلة اللي عنده. يعني الصلاة والحاجات، الصدقات والحاجات اللي بيعملها الكتير مش هتأثر؟ هتأثر، بتضعف العارض، تضعفه بس، بس السحر موجود. بس تمام. يعني مثلا السحر ده سحر، تمام، في خادم مسك عليه زي غفير، بكلمه بالبلدي، حارس عليه بالزبط. السحر ده عمر اللي انا ماسك عليه ده مش هيسيب السحر الا ما انضف البطن من السحر اللي فيه. بس خليني اقول لك يا شيخ مندور، انت قلت ان الحاجات دي كلها بتاثر عليه، يعني مش عايز اقول كلمه بالسلب، يعني بتزيد الاذى بتاع الجن العاشق ده عليه، لانه زي ما انت قلت حضرتك ان كل ما بيصلي وبيعمل، طب ما الجن ده دلوقتي انت كده بتاذيني، انت بتصلي وتعمل وانا مش عايز الحاجات دي. ساعات الجن بيبقى متمكن في الاسلام ما يخلوش يصلي، ما خلوش الا واحد شخصيته قويه بيضغط على نفسه، بس هو كل ما يضغط على نفسه التعب يحط عليه بزياده.
انت كل ما بتاخد يعني واحد زي مغزى بيبقى تعبان خد مضاد حيوي بيحصل له حمود فانت بتاخد علاج بالقران بتاخد قران بتدي زيت بالقران بتدي مسك بالقران تشرب ماء بالقران كله عايش في قران عايش خلي حياتك في سنه النبي عليه الصلاه والسلام فيبقى ايه ضغط عليك حمل جامد عليك فبعمل يعني يا اما يزهق ويسيبك يا اما يكون جن متمرد ما يسيبكش هو مستمتع بيه على حسب طيب ارادته بقى. بمناسبه بقى الشياطين والجن والحاجات اللي زي كده عايزين بقى ندخل في موضوع الحلقه اللي هو الموضوع المهم عن الجن العاشق او سحر العاشق او مس العاشق قول زي ما عايز تقول عنه. ايه بقى الظروف او ايه الفريسه اللي بيدخل على الجن العاشق ده؟ يعني تقدر تقول لي ايه الاسباب اللي تخلي الجن العاشق يروح للشخص ده ويسيب الشخص ده؟ بص يا سيدنا الفاضل موضوع الجن العاشق اللي هوس الناس والدراما شغاله عليه كتير. الانسان هو اقوى واحد طول ما انت في طاعه ربنا ومحصن نفسك بالطاعه والعباده مفيش حاجه تقدر تسيطر عليك هتيجي جنبك. تمام. المس العاشق ده ليه ثلاث محاور او ثلاث اسباب. تمام. السبب الاول ابتداء او سبب دخول او الجن العاشق يعني ايه بيخش بسببه ايه السبب. السبب الثاني هو ممكن يكون حصل له مس الواحد يتمس الجن يعجب بالشخصيه اللي قدامه لو واحده تقف قدام المرايه كتير وبتتعجب بنفسها او الدنيا كده يبدا ايه تبدا الاخت مثلا يحصل لها مشاكل يحصل لها مثلا خالات يعجب الجن بيها زي واحد بيعجب بواحده يتم مطهدها في الريحه والجايه ايه يعاكس فيها هكذا الجن برضو يتنهم ايه مطهدها وراها مركز معاها تنام عريانه تنام لمؤاخذه على عزك الله كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم على البطن على الحاجات ديت تبدا ايه الجن عينه عليها بس هي في بيتها هي في بيتها حتى بس مش في عمار في البيت صحيح يعني لازم ناخد بالنا من الحته دي جدا في عمار في البيت هنحكي بقى على حته العمار ومش العمار والحاجات دي يعني مش عايزين برضو نتعب على الموضوع يعني ماشي هنتكلموا ده سبب من الاولاني وبرضو دخول الحمام والغنى طبعا واللي بيفتح شتات في الحمامات لا في حد بقى الحمام دلوقتي اوضه نوم عن الكلام في الحمام نخش نغني ونطبل ونزمر طب بعد كده انا بالظبط طب بعد ما ناذى نقول بالله عليك شوفوا لي شيخ يعالجني صح طب انا الناس ما بتقولش الحديث وهو بتدخل ماشي لا ده نقول بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث وما نكلمش حد طبعًا. ولا حد ينادي عليه ولا نرد عليه تمام نرد في الحمام لا ما ينفعش ثاني حاجه السبب الثاني دخول بسبب سحر فتطول مدته يعني انا خدت سحر في بطني تمام فالسحر قعد سنه 2 3 5 7 سنين اتحول خادم السحر الى جن عاشق بقى جنب وظيفتين قام بايه؟ بوظيفتين خدم على السحر وعشق الجسد تملك منه يعني حبه بقى خلاص انا الراجل ده عشره طويله هسيبك ازاي؟ تمام؟ يبقى انا لا ده انت فرصه بالنسبه لي صحيح دي السبب الثالث الحسد الحسد ليه دور فيدخل ابتداء حاسدا ثم يتطاول مدته في بقاء الجسد يتحول الى جن عاشق الحسد ده في حاجه اسمه شيطان حاسد حتى اي واحد محسود عنده حسد متراكم تلاقي في وجع في الفقره العنقيه دي كتير تمام؟ تقول لك انا على طول في وجع في رقبتي انا على طول لما اجي اصلي اتاوب او احصل تقرعات كثيره تمام؟ ده من اثر الحسد الشديد على الواحد اللي بينقلب لجن عاشق ده بقى بس يكون غاب من فتره طويله 7 سنين 8 سنين اتمكن منه اتمكن من الجسم يبدا بقى يعمل لك نفس اعراض الجن العاشق يعني الحسد برضو محتاجين ان هو ليه علاج برضو ايوه ما العلاج تمام طيب امتى بقى انا اشوف الشخص ده او ايه الاعراض اللي ممكن تبان وتقولي ان الشخص ده اصلا عنده جن عاشق طيب بص يا ست الكل عشان بس نوضح سنه كده من خلال الخبره اللي انا شفتها في موضوع الجن العاشق في انواع الحالات زي مثلا عاشق المتزوج او عاشق للمتزوجه او عاشق لحاله اعزب يعني واحد اعزب واحد لسه متجوز او واحد مع عزبه تمام كل حاجه بتبلى حاجة تمام الاعراض بقى عشان ايه نخش في ايه اعراض المس العاشق اللي انت ايه عاوزه توصل لها واللي كل المشاهد مستنيها دلوقتي عاوز يعني يعرف هل انا عندي جن عاشق او انا اللي بيقول عليا المداح في الجن العاشق بيخلي واحده تحبل وما تحبلش ايوه هنتكلم برضه في الفصل أيوة تمام هنتكلموا باعراضه تمام اول حاجه بتحصل عند واحد صداع على طول تمام انتفاخ غازات كتيره في البطن خنجة متصلة تمام اضطرابات صحيح نبضات في جسمي تحس نبض في حاجة زي ما احنا بنقوله في نمل ماشي في جسمي تمام ضربات قلب سريعة غير كده وانا في البيت احس ان حد ماشي ورايا ابص وما لقيش حد اللي هو خيالات بقى خيالات بصي احس ان حد بيحسس على جسمي تمام غير كده دي كلها الاعراض اليقظية
الاعراض ايه؟ انا حاسس بيها وانا صاحي، انا حاسس بيها وانا صاحي. ايوه ايوه حد حسس على شعري تمام، في علامات زرقاء في جسمه وعلامات بني تمام، لا مؤاخذه في اللفظ، اختلاف الدوره الشهريه عند المراه، احفرازات كثيره والتهابات شديده تمام. بعد ايه امر الطب يقول ان ما فيش مشاكل، ما فيش اي حاجه عندك طبيه تمام. بعد كده طب اخش بقى على الاعراض المناميه، الاعراض المناميه بتدل ان في مشكله اساسيه. على حسب احلم باعتداءات جنسيه، ان انا حد بيجامع، لو انا واحده متجوزه بعلم ان حد بيجيلي على هيئه جوزي. طب هنا في تكه هنا بسيطه، لو انا بحلم ان اخويا بيجيلي في المنام او ابويا بيجيلي في المنام او امي بتجيلي في المنام بتعمل معايا الفحشه، يبقى في حد في البيت مصاب بسحر. مصاب بسحر تمام، دي حاجه جبتها من الاخر تمام. يعني طبعا بمناسبه السحر والجن العاش والحاجات دي طبعا موضوع كبيره، ولكن خلينا بس ناخد استاذ احمد من دمياط. الو السلام عليكم. طب ارجع حضرتك اتصل بينا تاني، اتفضل. تمام. بحلم على طول في اعتداءات جنسيه، بحلم على طول ان اصحى على طول في افرازات مني تحت، اقول ايه في بصحى متاذيه، انا مش حابه الموضوع ده. طب حصل لي ازاي؟ يبقى احلام ايه منامية. بحلم بحصل لي كذا، لان في الواقع في الحقيقه مفيش كده، مفيش وجود، مفيش كده، بس هو ده دليل ان في مشكله. تاني حاجه من اللي بيدلك على كده، ان انا هل الجن ده هيكرهني في جوزي؟ بحلم ان انا في امتحان على طول، بحلم على طول ان انا لابسه فستان عروسه او انا جزمتي تاهيه في المنام تمام. ده في وجود لو في سحر، لو في سحر في جسمي، لو في سحر ده هو في مس هيعمل احلام جنسيه على طول وخانقه، وكل ما يجي لها لو واحده لسه جاي لها عريس تنفره تكرهه، خليها تبقى بص العريس يخش يشوفها، يشوفها على مؤاخذه حاجه وحشه تمام. مش يخلي مثلا طبيعي. ضربات خلاقه، ممكن ساعه ما العريس يخش يقعد دقيقتين تتخانق مثلا، تتخانق عليه ممكن تحذفه كلمتين تسد نفس الراجل تمام. خلينا طيب قبل ما ندخل على السؤال اللي بعده ناخد استاذ عزم من سوهاج. سوهاج السلام عليكم. الو السلام عليكم. اتفضلي يا استاذ عزه، لو حضرتك عندك اي استفسار للشيخ مندور اتفضلي معاكي. ممكن اكلم اسال السؤال بتاعك؟ اتفضلي اتفضلي. هو معاكي بس استاذنك وطي التلفزيون واسمعينا من الموبايل. خلاص ماشي. يعني لي 11 سنه. اتفضلي اتفضلي. الو اتفضلي مع حضرتك اتفضلي. اسال سؤال بس. اتفضلي اتفضلي حضرتك، الشيخ مندور معاكي. ممكن يعني الجن العاش يعمل تفريغ مع الزوج والزوجة؟ ينفع يعمل. يعني انا ممكن متجوزة لي 10 سنين والتعب اللي يقول الصداع والدوخة وانني رافضة جوزي، وحصل يعني افتراق بينه وبينه، ورمحت شيوخة كتير ودكاترة كتير، يعني رمحت كتير، وحصل لحد الوقت يعني بين جوزي طلاق، يعني معايا بنتين. يا حول. لو حضرتك حابب تستفسر مثلا منها على حاجات معينه. بص يا ست الكل، ايه الاحلام اللي انت بتشوفها في المنام؟ تمام. بص يا استاذ، بشوف اقرب الناس ليا في الاحلام. بتحلمي بايه؟ بتعب تحت في المنام. بتحلمي ان حد بيعتدي عليك جنسيا؟ ايوه تمام. طيب بتحلمي يا ست الكل ان انت بتقعي من على مكان عالي؟ ايوه. طيب شوفي تعابين في المنام او قطط؟ ايوه ايوه على طول. طيب في مشاكل بتشتكي برجلك؟ تحس انت ماشي على شوك؟ لا. طيب في انتفاخات وغازات كتيره في بطنك؟ لا فيش، بس بسمع اصوات. ايه الاصوات اللي بتسمعيها؟ حد بيصفر في ودانك؟ لو حد يعني صوت اسمي يعني بقعد كتير يعني عليا. مش سامع كويس. صوت ابنها؟ ممكن تعلي صوت حضرتك شويه بس؟ بقول لك لو حد ندم عليا الصوت بيبقى في ودني على طول. الصوت في ودنها على طول. طيب شكرا لحضرتك، الشيخ مندور هيرد عليك. بص يا سيدنا، هي عندها سحر، فهو اللي عامل سحر الطفل، هو اللي عامل معاها كده. الجن العاشق ما بتعديش حدوده. انت فاهمني؟ بس الا باذن مين؟ كل حاجه باذن ربنا. باذن ربنا طبعا. يحصل طبعًا. تفريج، يحصل طلاق، وما هم ضرنا به من احد الا باذن الله. تمام. تمام؟ لكن هي عندها سحر. يعني ده سحر. ده في سحر. ده في سحر في الرحم عندها، هو ساكن واخد راحته. طب انا عايز اقول لحضرتك ان السؤال بقى اللي عايز اقوله لحضرتك مرتبط بقى بالموضوع بتاع الاستاذ عزه. ايه بقى، لان ناس كتير بتحتار تروح للشيخ ده، ما هوش هو عارف هو لا شيخ ولا دجال ولا ساحر ولا ايه بالظبط. ايه بقى طرق الوقايه الصحيحه اللي اقول عليه ان الشخص ده خلاص بقى سليم 100% من الموضوع ده وما يتجددش معاه تاني؟ لان احنا بنسمع واحد يروح ويتجدد معاه ونرجع بقى نلف في الدايره تاني، فايه العلاج الصحيح ليه والجازم؟ خلاص الاستاذه ذكرت حاجه بتقول لك انا رحت لمشايخ كتير وما جبتش. انا بقول لحضرتك هي راحت للجليل، لو راحت لواحد بيعالج بالقران صح كان زمانها خفت من زمان، خفت التلتين. حلو جدا.
لكن هي راحت للجليل اللي يقول لك انا معايا جني مسلم بيساعدني، انا معايا خدمه مسلمه بتساعدني، او انا معايا كذا، لا ده دجل. هي ما راحتش لواحد بيعالج بالقران اصلك، فقعد يقول لك انا جاي لحاجه من عند ربنا موهبه. هو مش افضل من النبي عليه الصلاه والسلام ولا افضل من عمر. ده عمر بن الخطاب كانت الملائكه الشياطين تشوف تفر من مكان تاني. يبقى انت بقى عبادتك وطاعتك افضل من ابو بكر وعمر. صحيح، هو تقريبا الناس كلها بتعاني من الحته دي. فمعانا احمد من دمياط. الو، ازيك يا استاذ احمد؟ ممكن استاذن حضرتك بس تعلي صوتك شويه؟ ايوه يا فندم، سامعني كده؟ اتفضل يا فندم. لو في اي سؤال الشيخ مندور مع حضرتك. طيب سامعني كده يا فندم؟ تمام يا فندم، اتفضل. الشيخ مندور معاك دلوقتي يا فندم. الشيخ احمد قاله بيحصل له بالظبط، تمام؟ بتقول ايه حضرتك؟ بيحصل له هو بالظبط، بس هي بيجي عليه ساعات بوجع في بطني. اللي حضرتك قلت عليه هو بيحصل له. وجع في بطني وكليتي الشمال بتوجعني. طيب طالما كليتك الشمال بتوجعك يبقى انت عندك سحر مشروب، لان السحر المشروب هو اللي اثر اكتر حاجه على الكليه. على الكليه. وجربت كده يا شيخ بس بطلت البتاع ده، لان قال لك اللي بيروح للشيوخ ترقيه وحاجات من دي يعني لسه فاكش، يعني بيقول لك بيتمنع ان نوم ما بيخشوا من الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. لا اللي بيروح للدجالين، اللي بيروح للدجالين قال النبي عليه الصلاه والسلام: من ذهب الى دجال او عراف فصدقه فقد كفر بما انزل على النبي عليه الصلاه والسلام. في روايه اخرى يعني لم يقبل يعني منه صلاته 40 يوما. يا شيخ احمد مندور معاك استاذ. الشيخ مندور، يا شيخ مندور دلوقتي انا لما مثلا ما بتوتر، يعني لما بكلم حضرتك دلوقتي ضربات قلبي سريعه، انا ببص على ابني بس مع العلم ان انا بختم القران يعني كل يوم جزء، يعني مداوم على قراءه القران، مداوم على الصلاه. بص يا استاذنا الفاضل، لو عندك موضوع الجن العاشق اسمع سوره النور وسوره يوسف قبل النوم، وبعد صلاه الفجر سوره الدخان 7 مرات. سوره النور ويوسف دي لحكايه الجن العاشق. طيب بنشكر حضرتك استاذ احمد، واي حد حابب يتواصل بالشيخ مندور ارقام التواصل هتكون ان شاء الله موجوده على الشاشه او من خلال الفيسبوك الخاص بالشيخ مندور. طب يا شيخ مندور بقى، ايه رايك في الدراما؟ تمام، وخصوصا مسلسل المداح اسطوره عشق المصريين كلها. تمام. بص يا ست الكل، ديت احنا انا مسميها اكذوبه مسلسل المداح. تمام. تمام. الزواج بين الانس والجن ووجود اطفال بينهم وامور غريبه. تمام. ده موضوع يعني العلماء لم يقالوا ده مخالف لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في زواج بين الانس والجن. لكن موضوع المداح ده كان ابوه ساحر. تمام. ابوه ايه؟ ساحر. ومن شروط ان انت تخش في عالم السحر ان لازم تورث حد من اولادك السحر، ابوك يورث الزوجه او الابن، اي حد من العصا بيكون في البيت يتورث السحر. بيستخدموه يعني هو شروط بتتحطها له كده عشان تتعلم مجال السحر. لازم تكون تورث لحد من بعدك، انا مش هنبقى انت هتموت وانا عايز حد بعدك يكمل المهمه والمسيره الشيطانيه بتاعتك. مش عايز السلسله تخلص. الله يفتح عليك. فيبدا يتعلموا السحر. فموضوع المسلسل المداح ده اللي هو ابوه كان ساحر وكان سايب كتب، وهو بيقولوا ان هو زي ما بيقولوا في المسلسل ان جاي له حاجه من عند ربنا كده بيشوف بيها. مفيش واحد بيعالج بالقران بيشوف الا ان ربنا سبحانه وتعالى وهو بيصلي يرى في المنام رؤيه بس كده. لكن لنا اغمض عيني كده واشوف لك اقول لك ده المكان كذا كذا، ده لم يخالف لامر النبي عليه الصلاه والسلام. مفيش كده خالص. هو يعني حضرتك بجد بتمدنا بكل المعلومات اللي بنكون محتاجينها، بس للاسف وقت حلقتنا خلصت كالعاده، خلصت بسرعه. يعني عايزين نقول من مكاننا ده ما تسلموش دماغكم ولا عقلكم للدجل والسحر، لان مفيش حد هيضرك ولا هيأذيك غير باللي ربنا كاتبه لك. وزي ما بنقول كده كالعاده وبنختم كل مره، من دلوقتي للحلقه الجايه هناخد بريك ونفصل شويه.